عشان نبقى خلصنا الابراج المائيه. بصي يا سيلا، العقرب بقى العقرب دايما يقولوا ايه، اول 3 شهور هيبقوا وحشين، بعد كده هيبقوا كويسين، بعد كده وبعدين مفيش اي حاجه خالص، اصل زحل دخل مع عطارد دخل مع المريخ. على فكره انت زلمه زحل، مبهدلين العقرب. يعني لو هتقولي لي زحل ولا العقرب هقول لك العقرب يغلب 10 زي زحل اصلا. طب الحمد لله نفسي بقى لا طب زحل مش هيأثر. ما احنا هنمشي بالترتيب. بتقولي لي هتجوزي الابراج؟ احنا وصلنا لغايه فين؟ الابراج المائي احنا كنا في العقرب. لا العقرب طمنينا عشان رانيا عايزه تطمن على العقرب. العقرب مش هيقابل مشاكل السنه دي غير بس انه يهتم بمصاريفه، لانه يمكن بقاله فتره طويله الدخل اللي جاي له اكبر بكتير من المصاريف والانفاق اللي هو بيعمله. العكس الدخل اقل من نفقاته، فعامل لنفسه مشكله انه ضاغط نفسه ماديا. لو استمر على الحال ده في 2019 هيتعب ماديا. خدي بالك. طيب جاي له فلوس كتير على فكره، يعني العقرب من الابراج المحظوظه في موضوع الفلوس. وزحل مش هيدخل، هتشتري لنا حاجات كتير. شكلها رانيا.